هنتعلم مع بعض ان شاء الله النهارده ازاي نفحص المكنسه الباناسونيك، نفكها ونعرف العطل فين بالظبط. وفي عطل شائع جدا هنتعرف عليه النهارده، بيتكرر بنسبه 80% في كل المكانس مش الباناسونيك بس. عطل بسيط جدا برضو هعلمك ازاي تعرفه، ولو مش هو ده العطل اللي عندك هعلمك بوجه عام ازاي تكشف على المكنسه بلمبه السيريا بس، وبرضو هعلمك ازاي تعمل لمبه السيريا عشان ما تكونش قلقان، حاجه بسيطه كده بنكشف بيها. هعلمك ازاي تختبر المكنسه من البدايه للنهايه، من اول الكابل لحد الموتور عشان تعرف العطل فين، لان ببساطه العطل عندنا ممكن يكون غير عندك انت. فهعرفك ازاي تكشف على المكنسه وتفحصها وتحدد العطل وتصلحه ازاي ان شاء الله. كل ما عليك تتابعني لنهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي المتابعين في كل مكان، اهلا بكم مره ثانيه في قناتكم المفضله قناه نادي الكترونيك. النهارده معانا يا جماعه مكنسه باناسونيك. العطل اللي فيها يا جماعه ان انت بتحط الفيشه في الكهرباء بتاعتها، تمام، ما بتديكش اي حاجه، يعني بتدي تدوس باور كده ما بتشتغلش ولا بتعمل اي حاجه. فطبعا دي ممكن يكون فيها حاجه فاصله من جوه، فاحنا هنفكها ونفحصها ونشوفها مع بعض ان شاء الله. في البدايه كده برضو عايزك تبقى عارف لو هي المكنسه العطل اللي فيها ان هي بتعمل ريحه او بتعمل شرز كده شرار من ورا، تمام، يبقى ده المشكله دي في الموتور. خلاص لو هي من البدايه خالص كده بتشغلها تلاقيها بتعمل معاك ريحه وشياط من ورا كده وصوت عالي، يبقى دي مشكله الموتور عايز يتغير. لكن لو هي فصلت خالص، بتحط في الكهرباء تلاقيها فصلت، تمام، فجاه وانت شغال بيها فصلت، او انت فصلتها وجيت تشغلها تاني لقيتها فصل خالص، يبقى كده ممكن تكون حاجه بسيطه سلكه، ممكن يكون المفتاح معلق بتاع. فاحنا هنفك ونشوف الكلام ده. اول حاجه يا جماعه زي ما انتم شايفين هنا كده، ده بيتسحب كده بنفس الشكل ده، تمام، شيله على جنب. هنا زي ما انتم شايفين هنا في مسمار، تمام، وهنا كمان في مسمار، دول هيتفكوا. كده احنا فكينا المسمارين الاولانيين. هنفتح باب المكنسه كده بنفس الشكل ده، هنلاقي هنا يا جماعه في مسمار فوق ومسمار تحت. المسمار اللي فوق ده بتاع الوش ده نفسه بتاع اللي هو السرعات، ده مالناش دعوه بيه. هنفك المسمار اللي من تحت ده عشان نطلع الجزء اللي ورا ده كله كده عشان نشوف الموتور والاسلاك والدنيا ورا عامله ازاي. فهنبدا نفك المسمار ده. بعد كده هنقفل الباب تاني، تمام، وهنبدا كده نطلع بالجزء اللي ورا. زي ما انتم شايفين اهو هيطلع معانا. طبعا هندوس من كل الاتجاهات من ورا كده، زي ما انتم شايفين هو اتخلع معانا، نشيله على جنب. زي ما انتم شايفين هنا كده يا جماعه ده طبعا مفتاح السرعات اهو، وده مفتاح الباور اللي اون والاوف، تمام. هنتعلم برضو ازاي نختبره. وهنا زي ما انتم شايفين ده الزمبلك اللي انت لما بتدوس على زرار الفيشه بيلم السلك بتاعك. زي ما انتم شايفين هنا كده في المكانس الباناسونيك دايما بيكون الموتور راكب جوه العلبه او الكفر الابيض ده، من غير ما بيكون متربط بمسامير، يعني هو بيكون نازل كبس. فهنا دلوقتي عشان نطلع الموتور ونشوف العطل بتاعنا فلازم نشد الجزء ده لفوق كده، تمام، بنفس الشكل ده. مش لازم نخلعه خالص، نخليه كده بنفس الشكل ده كده. وهنبدا ان احنا نشيل الجزء الجلد ده، ده بيكون جوان للموتور. وهنبدا نطلع بالموتور اهو زي ما انتم شايفين كده، الكليبسه اللي جوه دي دايما بتكون مخلوعه. العطل ده بيتكرر يا جماعه طبعا، لان دايما الموتور بتاع المكنسه لما بيجي يشتغل بيتهز كده، مع الهزه دي بتخلي طبعا الكليبسه دي تتخلق. معظم المكانس اللي بتجيلي بيبقى هو ده العطل اللي فيها، هو ده السبب. انت اول ما بتفك بتلاقي دوت، وخاصه لو هي المكنسه وقفت مره واحده تعرف ان هو ده ان شاء الله، تمام. فهو ده اللي بيكون السبب. لو انت فكيت المكنسه لقيت ان الكليبسات راكبه تمام ومفيش اي مشاكل، في الحاله دي ممكن يكون في مشكله في الموتور. الموتور زي ما انتم شايفين بيكون ليه كليبسه هنا وكليبسه هنا، دول اللي هم بتوع الكهرباء بتوعه. فاحنا هنجيب فيشه السيريا، دول طرفين السيريا يا جماعه. السيريا دي زي ما انتم شايفين بتجيب لمبه اللي هي بتاعت زمان لونها الاحمر دي، وبتجيب لها دوايه بفيشه بسلك، بتيجي في طرف من الطرفين بتوع الفيشه، بتقطع واحد كده بيطلع معاك الطرفين بنفس المنظر ده. طبعا لما بتلمسهم بتنور معاك، ده شيء طبيعي. فاحنا دلوقتي هنلمس على الطرفين بتوع الكهرباء، زي ما انتم شايفين الموتور نور معايا، معنى كده ان الموتور شغال تمام. ممكن يا جماعه نعمل احنا حركه جميله جدا، نجيب الفيشه دي ونلمسها مثلا في اي حاجه معدن بزراديه او باي حاجه كده، نلمسها بنفس الشكل ده، تمام، ونسيبها على جنب. وندي هنا امر المفتاح الباور، وندي امر المفتاح سرعه من السرعات، ونلمس على طرفين السيريا من هنا كده بنفس الشكل ده.
زي ما انتم شايفين السارية هنا نورت معايا لما لمست هنا، تمام. معنى كده ان الدايرة كلها شغالة. زي ما قلت لكم هتقفل الفيشة من هنا بأي حاجة معدن زي كده، تمام، وتدي امر المفتاح امر التشغيل وتلمس هنا على مكان الموتور كأن الموتور راكب، تمام. لو اللمبة نورت معاك بالشكل ده يبقى كل محتويات المكنسة سليمة. يعني دلوقتي يا جماعة لما نيجي نركبها تاني مش هنركبها بنفس زي ما كانت، لو ركبناها زي ما كانت ممكن تتخلع تاني. هنجيب الزرادية ونضغط على الكليبسة نفسها ضغطة كده صغيرة من قدام، تمام، عشان لما نيجي نركبها تبقى ماسكة ما تتخلعش تاني بسهولة، تمام كده. هي ركبت كويس. هنبدأ برضه انها نرجعها تاني في مكانها. الموتور يا جماعة بيكون ليه عدلة، بيكون فيه جوه كده زي جزئين هم برزين، الجزئين دولت بيركبوا في الفتحتين دول، فانا لازم اوازيهم مع بعض كده وابدا اركبه، تمام. بعد كده هبدا اركب الجزء ده كده، هبدا اركب السفنجه دي وتركب بالشكل ده. بعد كده هنبدا نركب من ورا كده يا جماعه، نركب كده، ننزل الاتنين ناحيتين مع بعض ورا وقدام. تمام كده ركب من قدام، ونتأكد كمان من ورا ان هو نزل من هنا للاخر كده. دلوقتي لو انا حطيت الفيشة في الكهرباء وجربت، لو انتوا شايفين كده المكنسة اشتغلت معايا. كده يا جماعة المكنسة اشتغلت تمام. هنبدأ دلوقتي نقفل تاني المكنسة. هنجيب الجزء ده كده ونبدأ ننزله هنا من مكانه كده، نتأكد من هنا اللي هي ضمت كده، نتأكد كمان اللي هي من عند المسامير ضمت برضو. هنبدأ نربط المسمارين اللي من ورا الأول. وبالنسبه لاختبار مفتاح الباور يا جماعه برضو هو بيكون سهل جدا مش مستاهل، يعني هو بيكون ليه كليبستين بتلمس عليه بالسريه كده وتدوس على المفتاح، نورت معاك السريه يبقى كده شغال، ما نورتش معاك السريه لما دوست ما نورتش يبقى كده المفتاح بايظ، فده بيكون فيه مشكله عايز يتغير، تمام. ده في حاله ان انت بتقيس بالسريه كده في السلكتين بتوع الموتور، تمام، لقيت الدايره ما نورتش معاك يبقى في مشكله زي ما قلت لك، يا في المفتاح يا اما في السلك نفسه. لو لقيت المفتاح ما اشتغلش معاك قيسته برضه ما اشتغلش يبقى كده في مشكله بقى ايه في السلك نفسه، في الكابل، في الحاله دي الكابل بيكون فيه مشكله، بتبص عليه بتفحصه كده بعينيك لقيت في مشكله وصلت لها ماشي، ما وصلتلهاش بتعوز تغير الكابل كله، تمام. هنيجي هنا يا جماعه نربط المسمارين اللي من قدام. هنيجي بعد كده يا جماعه نركب الجزء ده، الجزء اللي فيه دوران كده ده بيكون من فوق وندخل بيها كده ونديها ضغطه من هنا وضغطه من هنا، طبعا هي بتكون راكبه كبس، تمام كده ده ركب من ورا الفلتر. هنيجي من هنا نركب الكيس بتاع المكنسه، يفضل طبعا ان يكون في هنا في فلتر زي كده، ويفضل كمان ان هو يتنضف اول باول، تمام يا جماعه. وكيس المكنسه برده يفضل ان هو ما يتسابش كتير. دلوقتي هنجربها للمرة الأخيرة. ولو عندك أفكار فيديوهات احنا مش عاملينها على القناة ياريت تكتبها لي في قسم التعليقات. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.